تعتبر الشركة الوطنية الطرق السيارة بالمغرب سباقة ورائدة كشركة عمومية في رقمنة خدمات المقدمة لمستعملي الطريق السيار الوطني، حيث انخرطت في مشروع تحول كبير لتصنيع وتطوير استغلال شبكة الطرق السيارة. الهدف منه هو الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى أحسن المعايير الدولية، وكذلك للبلوغ للهدف الأسمى للشركة، وهو ضمان أعلى مستويات السلامة وإرضاء زبنائنا مستعملي الطريق السيارة. في هذا السياق قمنا بتطوير وسيلة الأداء عن بعد جواز تلبياج 2014، وتم تعميمها من بعد على الشبكة بأكملها، الشيء اللي طلب منا تحول مهم في النظام المعلوماتي للأداء، وكذلك عمل مكثف ودؤوب من العديد من الفرق المركزية والميدانية. هذا الشيء كيتم في إطار برنامج شامل، ألا وهو البرنامج الأتمتة بروغرام دوتوماتيزاسيون اللي انطلق من 2017، واللي ترصدت له تكلفة مالية ديال مليار درهم. هذا البرنامج كيهم عدة محاور، منها وأهمها تحديث البنية التحتية المعلوماتية وشبكة الاتصال، وأيضا عصرنة محطات الأداء وتجهيزها بمعدات تكنولوجية عالية اللي كتمكن باش تكون موحدة على الصعيد الوطني، كتسهل عملية السير والصيانة ديالها، وأيضا كتعزز من ظروف الراحة والسلامة ديال مستخدمي هذه المحطات وكذلك العاملين بها. وفي الأخير خير دليل على نجاح برنامج الأتمتة هو أننا وصلنا لأكثر من 1.5 مليون مستعمل للباس جواز، يعني أكثر من 1.5 مليون زبون تاق في وسيلة الأداء الإلكترونية الجديدة والقارحته فيها. والبرنامج مازال مستمر باش نزيد نقدمه لزبنائنا خدمة عمومية ذات جودة عالية.